بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. كما تعلمون وردا على استفساراتكم حول الاستجواب المقدم من الأخ الزميل النائب عادل جار الله الخرافي اليوم، هو بكل تأكيد أنا شخصيا لم أكن أتمنى أن يعني أشهد هذه اللحظة، ولكن هو حق وفقا للمادة 100 من الدستور وما تبعها، فالنائب يمارس حق دستوري. طبعا التمني كان على الأخ عادل أن على الأقل يعني في فبراير، والأخ عادل حجته الآن أن بكل الأحوال الاستجواب لو عرض على جدول الأعمال حيث لا يمكن مناقشته قبل 8 أيام، وبالتالي سيتؤجل المناقشة إلى أسبوعين، وهذا اعتقاد الأخ عادل. أما لجنة الحكماء أو العدد من النواب اللي يمكن حضراتكم تعلمون كان مرتب بشكل سري للغاية، أن يوم الثلاثاء الساعة 1:30 عدد كبير من النواب كانوا بصدد أن يكونوا شبه محكمين لجلسة نقاش يحضرها النائب الفاضل الأخ عادل الخرافي، وكان مقرر أيضا وأخذنا موافقة معالي الأخ وزير الأشغال والكهرباء، إلا أن يظهر أن تحديد يوم الثلاثاء كان يوم متأخر بالنسبة للأخ عادل بعد أن أعلمنا كل الأخوة الأعضاء الزملاء بالموعد، وبالتالي أنا أعتذر أيضا من الأخوة الزملاء حيث أن أسقط من إيدنا، فلا داعي الآن بعد أن تم تقديم الاستجواب أن تعقد هذه الجلسة، وبالتالي بكل تأكيد كما بعثنا دعوة لكل الأخوة الزملاء الأعضاء لأن تكون الجلسة في القاعة، قاعة مكتب المجلس. وهذه كانت من الأعراف البرلمانية التي مورست في يوم من الأيام في المجلس الأول عندما رحمة الله على الماضون، عندما تقدم النائب الفاضل محمد رشيد باستجوابه ضد الوزير عبد الله الروضان آنذاك رحمة الله عليه، ارتأى بعض الأخوة أن يقوموا بدور كهذا، خصوصا وأن احنا أمانة الظروف مهيئة، وكما سبق أن قلت واليوم قد تشرفت أنا وأخي وزميلي النائب الفاضل نبيل الفضل بصحبة سعادة رئيس المجلس الأخ الفاضل مرزوق الغانم بزيارة سمو الأمير للسلام عليه، وسموه يعني بعد توجيهاته السديدة تمنى علينا بأن نواصل العمل وفقا للدستور واللائحة ووفقا للأعراف البرلمانية، وتمنى أن يبقى هذا المجلس لمدة 4 سنوات. بقاء المجلس 4 سنوات أعتقد يحتاج منا إلى إعادة النظر في كثير من الآليات دون التنازل عن أي حق دستوري أو لائحي للنائب في مراقبة ومحاسبة الوزراء المعنيين، وبالتالي أنا أعتقد سيتم التعامل مع الاستجواب المقدم اليوم وفقا للائحة وفقا للدستور. وأنا شخصيا وكثيرين من الأخوة وفق ما نسمع من محاور، وفق ما قدم الأخ عادل يعني أمور تقشعر لها الأبدان، أمور يعتقد الأخ عادل إذا ما وصلت إلى الأخوة النواب بتفاصيلها التي سيعرضها في الجلسة أنه سيغير وجه الرأي حتى بالنسبة لبعض الإخوان اللي الآن مو مقتنعين. الفيصل في هذا هي جلسة المناقشة، بعد ذلك أنا شخصيا وأغلب الأخوة وهو الأصل في أن نسمع من الطرفين المستجوب والمستجوب ومن ثم نبني قرارنا، فلا نقبل بأن تكون الأحكام مسبقة
على أي استجواب، لا بالفشل ولا بالانتهاء بطرح الثقة بالوزير المختص. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، وكما وعدت، فإن اليوم قد تقدمت بقانون بشأن تنظيم حق الإضراب عن العمل عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وأهم ما في هذا من بعد التعريفات هو الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها قبل قيام الموظفين بالإضراب. وهذه المادة الثالثة قالت لا يجوز القيام بالإضراب إلا بعد القيام بالإجراءات والخطوات المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون. وراح أختصر أقرأ المادة الرابعة وهي أهم في القانون. المادة الرابعة تقول تكون الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها قبل القيام بالإضراب بالشكل التالي وعلى النحو المبين: أولا، مخاطبة الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام حسب الأحوال لجهة العمل في مطالبهم بموجب كتاب معلن بواسطة المنتدب أو المندوب المختص بوزارة العدل أو بكتاب مرسل لجهة العمل ثابت فيه علم الوصول. اثنين، منح جهة العمل 60 يوما تبدأ من تاريخ استلامها الكتاب من قبل الموظفين مبين فيه مطالبهم لدراسة هذه المطالب والرد عليها. ثلاثة، عند فوات المدة سالفة الذكر ولم تقم جهة العمل بالرد على خطاب الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام حسب الأحوال أو رفضت ما جاء في الخطاب، يجب على الموظفين أو من يمثلهم أن يعلنوا جهة العمل بموجب إعلان رسمي على يد مندوب الإعلان بوزارة العدل بعقد اجتماع مع المختصين في جهة العمل لمناقشة مطالبهم وأسباب رفضها، وعلى موجه الخطاب طلب عقد اجتماع وجوبي ومنح جهة العمل 30 يوما تبدأ من تاريخ استلامها لإعلان طلب عقد الاجتماع. 4، عند فوات مدة 30 يوما سالفة الذكر ولم تستجيب جهة العمل لعقد الاجتماع أو عقد الاجتماع المنوه عنه دون الوصول لنتيجة مرضية للطرفين، فعلى الموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام حسب الأحوال توجيه خطاب إلى إدارة شؤون الإضرابات الوارد ذكرها في المادة الأولى الفقرة الثامنة، وإمهال الإدارة 60 يوما تبدأ من تاريخ استلامها الخطاب، وعلى موجه الخطاب إرفاق كل ما يتعلق بمطالبهم وما تم بينهم وبين جهة العمل. 5، بعد فوات المدة سالفة الذكر في الفقرة السابقة ولم تستجيب الإدارة المنوه عنها أو استجابت ولكنها عجزت عن تحقيق مطالب الموظفين أو من يمثلهم أو عجزت عن التوفيق بينهم وبين جهة العمل بحل مرضي للطرفين، فإنه يحق للموظفين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية حسب الأحوال إعلان جهة العمل وإدارة شؤون الإضرابات بموجب إعلان رسمي على يد مندوب الإعلان بوزارة العدل بالقيام بالإضراب بعد 15 يوما تبدأ من تاريخ استلام جهة العمل والإدارة المذكورة هذا الإعلان الأخير. طريقة الإضراب وردت مفصلة في المادة 5. بعد اتباع كافة الإجراءات الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون يكون الإضراب وفقا للآتي: 1، قيام الموظفين بالإضراب الجزئي عن العمل لمدة شهر فقط تبدأ من انتهاء مدة 15 يوما الخاصة بإعلانهم عن القيام بالإضراب. 2، إن لم تستجيب جهة العمل أو إدارة شؤون الإضرابات
لمطالب الموظفين المضربين بعد مرور شهر من الإضراب الجزئي، يجوز لهؤلاء الموظفين الانتقال للإضراب الكلي وفي كلا الفقرتين السابقتين على الموظفين المضربين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية نفع عام إعداد قائمة بأسماء الموظفين الراغبين في الإضراب الجزئي أو الكلي كل على حدة وتسليمها لجهة العمل وتحديد مكان وزمان الإضراب. ثم في الفصل الرابع نتكلم عن الأحكام والشروط الملقاة على المضربين وجهة العمل. هذا القانون أتى متسقا وما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللي عليها سند معظم الموظفين في العالم في القطاعين الحكومي والأهلي واستنادهم عليه في حقهم بالإضراب. وبالتالي أنا أعتقد هذا النقص التشريعي إحنا بحاجته، طالما الدستور الكويتي أعطانا مساحة شاسعة من الحريات والقوانين هي التي تنظم بالأخير حقوق هذا الشعب وحرياته. نتمنى إن شاء الله من الأخوة الأفاضل النواب أن يتبنوا هذا الموضوع وإعطاء صفة الاستعجال، لأن عندنا جهات عديدة تهدد بالإضراب أو تقوم بالإضراب دون وجود أي قانون، وهذا قد يضر في مرافق الدولة ويعطل سيرها بيسر وانتظام ويبدد ثروات البلاد. وبالتالي قد يرتكب بعض الموظفين من حيث لا يدرون وبسبب عدم وجود قانون كهذا الكثير من المخالفات التي تشكل جرائم في النهاية ويعاقب عليها الموظف بأشد العقوبات. شكرا، سؤال واضح. العلاقة علاقة الموظف برب العمل وجهة العمل علاقة مستديمة، هي ليست علاقة مؤقتة، وبالتالي كل هذه المدد هي تتماشى، وصحيح ما هو معمول فيه في قوانين الإضراب في العالم ويتماشى وما ورد في العهد الدولي الخاص. بالتالي لو لم يكن المشرع على قناعة بأن هذه المدد هي المدد التي قد تكون سببا في أن يتم معالجة كثير من المطالب وتحقيقها لم يكن قد نص عليها. لو كانت العلاقة مؤقتة تنتهي علاقة الموظف بجهة العمل بعد شهر أو شهرين نقول احنا أن هذه المدد، لكن علاقة الموظف بدائرته الحكومية أو بشركته علاقة ممتدة لسنوات طويلة وعقود يفترض أن يتم الاتباع للخطوات بهذا الشكل المنصوص عليه في هذا القانون. والله طبعا الفيصل بيننا وبين من ينتقدنا هو الدستور، ومن ثم ما وقعت عليه دولة الكويت من اتفاقيات دولية. فإذا ما افترينا على حقوق كائن من كان الدستورية أو المقر فيها بموجب قوانين دولية ساعتها من حق من ينتقدنا، أما من يجهل بهذا القانون فعلينا واجب أن نعلم بحقه الدستوري والقانوني وما يتماشى والمواثيق الدولية. بكل تأكيد هذا القانون سيحال للجان المختصة في المجلس، واللجان المختصة بكل تأكيد سوف تستدعي الجهات الاختصاص الحكومية وكذلك في القطاع الأهلي والنقابات وجمعيات النفع العام أولها.
نعم هذا ليس بعيدا عن النظام البريطاني. شكرا لحضراتكم.